يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي. هذا اليوم الذي لا يوليه البعض أهمية كبيرة كباقي المناسبات المعروفة، ولكن في النهاية فهو يكرس دور المرأة في المجتمع ومدى مكانتها التي تلعبها في كل المجالات والميادين. ومما لا شك فيه أن المرأة السعودية استطاعت في الفترة الماضية أن تصنع لنفسها مكانة كبرى يشهد عليها العالم العربي والغربي معا بعد بروزها في المحافل والتكريمات المحلية والعالمية. لذا استوجب في هذا اليوم للمرأة العالمي تقديم الكلمات الداعمة والتشجيعية على دورها في خدمة البشرية والوطن. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. احتفاء باليوم العالمي للمرأة، أقيمت ندوة دور المرأة السعودية في تعزيز التلاحم الاجتماعي والوطني، والتي نظمت من قبل الفريق القطري لمنظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وذلك بمبنى منظمة الأمم المتحدة بالحي الدبلوماسي بالرياض. الندوة ضمت العديد من حلقات نقاش كان يلقيها أسماء لامعة شرفت المملكة في العديد من المحافل، ومن ضمن هذه الأسماء الأستاذة أميمة الخميس الكاتبة وصحفية السعودية، والتي شددت بدورها على أهمية إقامة مثل هذه الندوات لتعريف المجتمع بأهمية وجود المرأة للتنمية. عندما تقام هذه الفعالية في المكتب القطري للأمم المتحدة وتتناول بالذات اليوم العالمي للمرأة، وهو يعني أمر كان مطوقا نوعا ما بعض يعني الأمور المحاذير، لكن عندما يتناوله الآن المركز الحوار الوطني ويستقطب صفوة من الخبرات النسائية السعودية لتقدم بعض من منجز المرأة السعودية، بالإضافة يدعمها وجود الرجل السعودي الذي يوجه الضوء إلى بعض الإنجازات المتميزة. الحضور لم يقتصر على النساء في يومهم، بل كان الرجال متواجدين مستمعين ومتحدثين، وشهدت الجلسات حضور العديد من المهتمين بشأن المرأة في اليوم العالمي لها. بدورهم أكدت المنظمة بالتعاون مع مركز الحوار الوطني أهمية تعريف البعض بدور المرأة الفعال في تنمية المجتمع. طبعا فعاليتنا احنا لهذا اليوم تتناول دور المرأة السعودية في التلاحم الوطني والاجتماعي، وطبعا هذا شيء ما هو غريب على المرأة السعودية. المرأة السعودية كانت دائما رائدة في مجال نشأة الأجيال على مفاهيم التسامح والتلاحم الاجتماعي، إضافة طبعا لبصمتها الكبيرة في جعل هذه الأجيال لبنة لمجتمع متماسك يرفض التطرف وينشر مفاهيم التسامح. المرأة السعودية أكدت بإنجازاتها في المحافل أنها مساهمة وبشكل فعال في كل جوانب المجتمع. تركي حبترة، الإخبارية، الرياض. إحنا معنا مداخلة هاتفية الآن من الأستاذة أميمة الخميس، وهي كاتبة صحفية، أو عفوا معنا الأستاذة آمال المعلمي، وهو مديرة هي مديرة القسم النسائي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. مرحبا بك يا أستاذة آمال. ألو، يا مرحبا فيك، تسمعيني؟ أهلا وسهلا، نعم أسمعك. أستاذة آمال، يعني وش ودك تضيفين في مناسبة اليوم العالمي للمرأة؟ والله بداية يعني أهنئ نساء العالم أجمع، وأود أن أنوه بأننا لم نحتفل فقط في يوم واحد بالمرأة، وإنما المرأة السعودية تحظى برعاية وتكريم على مدار العام كله. فهي الفكرة فقط أنه كانت مناسبة للتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية في عمل نشاط عالمي دولي يجمع مجموعة من القيادات الفكرية السعودية رجالا ونساء في احتفالية بسيطة للحديث عن التلاحم المجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية. طيب، أشكرك جزيل الشكر يا أستاذة آمال على مداخلتك وذكر الكلمة في هذا اليوم. يعطيك العافية. آمال المعلمي، مديرة القسم النسائي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.